بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته من كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد. وبعد، مع حصة أخرى من دروس وعبر من سورة يوسف عليه السلام. فهذه السورة الكثير من الدروس ولا زالت توحي لنا كلما قرأناها وتدبرناها أخرى ينبغي تنزيلها على واقعنا. ومن بين الدروس التي تعلمنا سورة يوسف أن من جعل نفسه لله سبحانه وتعالى بالعناية في كل مراحل حياته. كن مع الله ولا تخف، هذا درس عظيم أشرنا إلى الحصص السابقة. واليوم إن شاء الله تعالى سنرى أن من كان مع الله لن يغلبه أحد. فإذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ فكن مع الله يكون معك، كما قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك، وبالرعاية وبتسخير الأمور. أعتذر. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام وأصروه بضاعة. فمن أحوج هذه القافلة إلى الماء لتكون سببا في إخراج يوسف من البئر؟ إنه الله، فكن مع الله يكون معك. يوسف ترك في البير مع رعاية الله وحده، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أحوج هذه القافلة إلى الماء، وهو الذي دفع هذه القافلة لتبحث عن الري وعن ما تطفئ به ظمأها. ولم يكن أحد من هذه القافلة يعلم أنه بعمله هذا سيكون سببا في نجاة يوسف من البير. المهم أن تكون مع الله ولا تفكر من أين يأتي الحل ومن أين يأتي الفرج. الفرج يأتي من الأشياء التي تظن أنها سبب هلاكك، وتظن أنها سبب لإذايتك، فيها يكون النجاة، تكون النجاة، وفيها يكون العون، وفيها تكون الرعاية. فكن مع الله. ومن أحوج عزيز مصر ليتبنى يوسف؟ إنه الله، فكن مع الله. أحوج القافلة إلى الماء فأخرجت يوسف، وأحوج عزيز مصر إلى الأولاد ليتبنى يوسف ليقول أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً.
أكرمي مثواه. بما أنه مع الله دائما عناية الله ترافقه، توفيق الله معه، تسديد الله معه، فكن أنت مع الله، تكون معك رعاية الله، ويكون معك توفيق الله سبحانه وتعالى. كذلك من ألجأ ملك مصر لرأي يوسف في الرؤيا ويوسف في السجن، إنه الله. فالأسباب أحيانا لا تأتي كما نتصور، والفرج لا يأتي كما نتصوره، يأتي من أشياء نجهلها. الذي أحوج عزي ملك مصر إلى تفسير الرؤيا من يوسف وهو في السجن، الذي دفعه إنه الله سبحانه وتعالى. كذلك من ألجأ إخوة يوسف وهم من أبناء البدو العربية ليأتوا إلى المدينة يبحثوا عن الكيل ليجدهم يوسف؟ إنه الله. فصورة يوسف في كل المراحل تقول لك كن مع الله، هب نفسك لله، يتولاك الله بالرعاية، يتولاك بالحماية، يتولاك بالحرص، يتولاك بالتوفيق، يتولاك بالسداد، يتولاك بالنصر. سورة يوسف أيضا تعلمنا درس آخر، هو أن إرادة الله فوق إرادة الكل. ذاك يريد وذاك يريد والنفس تريد وأنت تريد، لكن ما يريده الله هو الذي يتحقق. كيف ما كان الحال سورة يوسف جت تعلمنا أن إرادة الله فوق كل شيء، اللي بغاها الله هي اللي تكون، مش اللي بغيتي انت اللي بغات نفسك. أحيانا أنت تفعل الأشياء لكن تبقى إرادة الله فوق الكل. وغنشوفوا في هذه الصورة الكريمة ماذا أراد إخوة يوسف؟ قتله. هل مات بسبب إرادتهم؟ لا. إذن إرادة الله فوق كل إرادة. ماذا أرادوا ثانيا؟ أرادوا أن يكون عبدا. قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة. أراد له الإخوة أن يكون عبد يتبع ويتشرى. فهل تحققت إرادتهم؟ لا، تحققت إرادة الله عكس إرادتهم. هم أرادوه عبدا والله أراده ملكا، وإرادة الله فوق إرادة الجميع. فتقبل الله، تقبل الله سبحانه وتعالى وارضى به، وما يهمكش أي شيء آخر كيف ما يكون. قضية أخرى، إخوة يوسف أرادوا باش يتمحى أثر المحبة ديال يوسف من القلب ديال الأب ديالهم. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. فهل تحققت إرادتهم؟ هل محوا تلك المحبة من قلب يعقوب؟ لا، الواقع أنها ازدادت. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن إرادة الله فوق إرادة الكل. ثق به وارضى به. ارضى به ذاك الرضا ديال الاستسلام المملوء
بالحب ليه سبحانه وتعالى، ماشي داك الاستسلام القهري حتى تسخر عاد ترجع له. كن معه في الشدة، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة سبحانه وتعالى. إذن إخوة يوسف أرادوا القتل، لم يتحقق، تحققت إرادة الله. أرادوا يكون عبد ويتبع ويتشرى في السوق، ما تحققش ليهم، وتحققت إرادة الله وجاتوا عكس داك الشيء اللي بغوه هما، أنه يكون بغوه يكون عبد فصدق مالك. وجزاك أيضا سيدي محمد البريقي، أرادوا أيضا محو المحبة ديال يوسف من القلب ديال يعقوب، واش تحققت؟ لم تتحقق، بل ازدادت المحبة ديال يعقوب للابن ديالو. إذن إرادة الله فوق إرادة أي كان، مهما طغى ومهما تجبر كتبقى إرادة الله فوق الجميع. سورة يوسف تعلمنا درس آخر، وهذا أشرت إليه في الحصة الأولى والله أعلم، أن هذه السورة مرة مرة تذكرنا بالإحسان، وتعلمنا سورة يوسف أن الإحسان يجب أن يصاحب الإنسان. الإحسان ليس شيئا مناسباتيا، يعني تجي واحد الفترة نكونوا محسنين، تجي واحد الفترة نكونوا مسيئين. سورة يوسف كتقول تعلمك أن أصحاب المكانة الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى أنهم هم من بني الإنسان، لكن الذي يمتاز به أن هذا الخلق اللي هو الإحسان يرافقهم في كل مراحل حياتهم، محسنون دائما. ولنأتي بمثال، يوسف في السجن، اللي طلبوا منه يفسر لهم الرؤية ديالهم في السجن، قالوا ليه إننا نراك من المحسنين. فين؟ في السجن. هل في السجن تظهر آثار الإحسان؟ غالبا الإنسان في السجن ما يكون، تكون النفسية ديالو ماشي هي هذيك، وحقد على الكل وما راضيش بالوضع، لكن هؤلاء شافوا في يوسف أنه من المحسنين وهو في سجن. واش وقعت معه غير مرة هذه النقطة؟ لا، تكررت. فجاو عنده الإخوة اللي شرنا لهم فاش كنا نتكلموا على الإرادة ديال الله، فجاو عنده الإخوة باش يشتروا، شنو قالوا؟ إنا نراك من المحسنين. في السجن هو من المحسنين، و عندما بلغ أشده كان من المحسنين، وعندما تولى الخزينة العامة لمصر كان من المحسنين. والإحسان عنده يعني خلق يرافقه دائما. فصورة يوسف تعلمك أن الإحسان يجب أن يصاحب الإنسان. كذلك آية أخرى في سورة يوسف كتقول فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. لكن غادي نرجع لهذه النقطة ديال إن تيسر الأمر في حصة أخرى، من النقطة ديال مصاحبة يوسف للإحسان، مصاحبة يعني مصاحبه الإحسان، ما كاينش الافتراق. السورة بدأت بأحسن القصص واستمر فيها الإحسان إلى آخر النهاية. حتى جاءت في واحد الآية في السورة قال ربي السجن أحب إلي ما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. ربي قد آتيتني وعلمت من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات ولا طوفني المسلمين وألحقني بالصالحين. لم أتذكر الآية بالضبط، على كل نتركها كما قلت في الأول، نتركها للحصة حصة أخرى إن شاء الله تعالى، ونشوف هذه الآية اللي
في مرحلة أخرى غير هذه المراحل اللي تكلمنا عليها كي رافق يوسف الإحسان. واحد الإشارة، بما أننا تكلمنا على هادو اللي تسجنوا مع يوسف، ويوسف من المحسنين وإرادة الله فوق الكل، سألوه عن الرؤيا فسرها لهم وقلنا الله معه، إيوا كيفاش هما خرجوا وهو بقى في السجن؟ هؤلاء يعني هاد الأشخاص الجوج اللي ودخل معه السجن فتيان، هاد الفتيان يعني خرجا من السجن، خرجوا يعني، لكن يوسف بقى من بعدهم مدة. علاش؟ هما بعد دخل هو فسر لهم الرؤيا أن هذا غادي يمشي يسقي السيد ديالو الخمر، وهذا غادي يخرج يتقتل، ويوسف بقى. أين عناية الله؟ أين توفيق الله؟ أين رعاية الله اللي كنا نتكلموا عليه قبيل؟ غنقول لك أن هاد الجوج اللي تسجنوا مع يوسف، الأول فيهم خرج باش يكون خادم عبد، تاني خرج باش يتقتل. أما اللي صبر وتألم وعانى في السجن بضع سنين، راه خرج باش يصبح عزيز مصر على قدر المتاعب والمشاق، وعلى قدر الاحتراق يأتي الإشراق، كما أشرنا في حصة الماضية. احترق، عانى، صبر، تألم، احتسب فيه الإحسان، وجزاؤه هو الإحسان. أما دوك اللي خرجوا بسرعة، الأول فيهم خرج من السجن لكنه خرج إلى أعظم من السجن اللي هي العبودية، اللي هي يكون ساقي ديال السيد ديالو، تاني خرج باش يتقتل، اللهم سجنيت. أما اللي صبر وطالت عليه المدة وتألم خرج باش يكون عزيز مصر، فهنا صورة يوسف تقول لك اصبر مهما كانت الظروف. القاسم يبدو به هنا نراك من المحسن، نعم هذه أشرنا إليها، الله يحفظك، عرفناك تبارك الله، شوف لنا واحدة أخرى فيها الإحسان تما، غير كتب ما حدنا باقيين في البت ونشوف واش هي الآية اللي كنت كنقلب عليها وهربت. كاين آية أخرى غير شوف تما، عارف هذيك النواحي تما، هذه أشرنا إليها، فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين، أشرنا إليها. بارك الله عليك، جزاك الله خيرا ونفعنا بك ونفعك بما آتاك من كتابه، فأنت من أهل الله وخاصته، فحملة القرآن هم أهل الله وخاصته، كما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله التوفيق للجميع. ثم نرجع للموضوع، قلنا اللي صبر واحتسب وعانى غادي يجي العطاء ديال اللي على قدر همته. وهنا تذكرت غير قبيل وانا كنتصفح الفيسبوك، لقيت واحد نشر واحد الصوره ديال واحد العالم المغربي، ان قيل انه تكلف باش يبحث في لقاح للكورونا، وواحد الصديق عزيز عليا ربما راه يتابعني الان كتب عليها، قال لي كون بقى في المغرب، كون راه الان يعني كيسول على رميد. فأجبته بالقضية تتعلق بهمته، همته هي التي دفعت به إلى العلم، ما تولدش عالم، كما كنقولوا ديما همة الرجال تهدم الجبال، ذاك رجل همته عالية. وهي إشارة، وبمناسبة أقول لأولئك الذين كانوا ينهشون في الإسلام مع بداية كل مأساة ويقولون يا أيها الذين كفروا صنعوا الدوى للذين آمنوا، ها هم الذين آمنوا هم لك صنعوا الدوى، وأنتم لا من الذين آمنوا ولا من الذين كفروا، كن غر كنتم من الذين آمنوا. لا أنتم من اللي قال هذاك الفقيه، لا أنتم من اللي طلعوا القمر، ولا أنتم من اللي استمعوا للبخاري،
هذه القصة، هذه واحد من نبئنا بتاويله إن نراك من المحسنين. نعم زيد باقي مازال، زيد بحث هذا السي القاسمي، غير بحث مازال. واحد الشخص من بحال هادو اللي نيابهم خارجين، هاد السفهاء ديال الأمة، لكل أمة سفهاء، وحتى حنا عندنا السفهاء ديالنا ما أكثرهم. الجن عندهم غصة فيه واحد، أما حنا عندنا سفهاء. ها في سورة الجن: وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، أما نحن فسفهاؤنا يقولون على الله شططا. نعم وقت ما كانت شي مأساة إلا كيجوا فين الدكاترة، فين باش نفعونا دابا المساجد، باش نفعونا الأئمة، باش نفعنا القرآن. قبحكم الله وأخزاكم. أنا كان الكلام موجه لهادوك، ماشي اللي كيسمعوني دابا، لهادوك اللي هذه هي لسان الحال ديالهم، غير النعش، غير المساوئ. بحالهم واحد كان كيدخل عند واحد الفقيه، هذاك الفقيه كيشرح البخاري الصحيح يعني. واحد النهار طلع عليه الدم هذاك الشاب، قال لي يا الفقيه الناس طلعت للقمر وانت باقي لينا مع البخاري؟ قال لي يا ولدي لا انت من الناس اللي طلعوا للقمر، ولا انت من الناس اللي قعدوا معنا البخاري، راه ما اكثرهم الان معمرين صفحات التواصل، لا هو من الذين نفعوا أنفسهم، ولا من اللي نفعوا الأمة ديالهم، ولا من اللي طلعوا للقمر، ولا من اللي سمعوا البخاري، بلا هو غير يدور شعلها منين ما خصو شعلها فيها. ما تكونش هكا، تكون همتك عالية. على كل هذه كاستطراد في هذه النقطة هذه، لأن قلت لك قبيل شفت واحد نشر صورة ديال هذاك الدكتور وراه كيشرف المغاربة جميع، هذاك السلاوي اللي قيل أنه عين ليقوم فيما يتعلق به بحث على اللقاح للكورونا. القضية ما كتعلقش بالجنس ولا بالنوع ولا منين انت ولا منين جيتي، لا همتك هي اللي كترفعك، وهذا الشيء شرنا ليه في حصص أخرى. وصورة يوسف كتعلمنا هذه المبادئ هذه، ماشي بشرط نقول كلنا رهبانيين، حنا ما عندناش الرهبانية، لا رهبانية في الإسلام، حنا ديننا واقعي وكيمس الناس اللي ماشي واقعيين. أي حاجة واقعية راه كتضرب وكتعقر وكتمس الدبرة ديال دوك اللي ماشي واقعيين. الدين ديال الإسلام واضح. نرجع للموضوع، قلنا يوسف خرج ليكون عزيزا، فعلى قدر الهمة تأتي المتاعب وتأتي كذلك الإنجازات والانتصارات. كانت همتك النوم، راه حتى شي حد ما غينعس فيك، أكون هاني. إلا شفتي ما مسولك حد، ما قال لك حد لا تهبط ولا تحرقت كما نقولوا، عرف راسك ميت. اما الا كان فيك الضرب من كل جانب، عرف راسك غادي. المهم راك كتمشي، شكون اللي ما كتجيش فيه راسها هو اللي نعس. ثم سورة يوسف تعلمنا درس اخر، هذا الدرس اللي هو الستر. كتعلمنا نستروا نفوسنا اولا، ونستروا الناس، وما نقلبوش على فضائح الناس، وما نفضحوش الناس. كتعلمنا هذا الدرس سورة يوسف بأبلغ الأوجه. نشيروا لبعضها اليوم، والباقي الحصة قادمة إن شاء الله تعالى. الله يحفظك أخوي خالد فاروق، الله يحفظك صديق أيام للفين حنا في سيد الزوين، ياك تبارك الله على سيدي خالد فاروق، تحياتي حياك الله. قلنا سورة يوسف تعلمنا الستر، فين نلقاو هذا؟ نشوف واحد الآية كيقول فيها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. هذه الآية وحات لك بشي فيها شي إشارة؟ نعم، ليست إشارة، إشارات. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. علاش ما قالش يوسف عليه السلام ارجع إلى ربك، يا ربك يعني الملك ديالك ولي الأمر ديالك، يرجع إليه وسولو على مرتو اش كدير، يجي يسول فيا أنا، شوف دارو كيف دايرة. هذا هو لسان هادو اللي كيقلبوا على الفضائح والشوها. أما يوسف فقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي، ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن
إن علي. مع أن المقصود هو امرأة العزيز، لكن يوسف من الآداب والإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لأنها أكرمته كما قال لها زوجها في الأول: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا. بما أنها أكرمته ورعته فحفظ لها هذا ولم يفضحها. لكن الصورة والإسلام بصفة عامة كيعلمنا هذا المبدأ ديال أننا نستروا وما نفضحوش. كذا قول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الجهر بالسوء لا يحبه الله، سواء كان فعلا قولا، كان لك لغيرك، كنت سببا في نشره، في كتابته، في قوله، في نشره، كيفما كان الحال، لا يحبه الله. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. المهم أن سورة يوسف كتعلمنا بأسلوب راقي جدا أننا نحافظ على الستر ديال أخوتنا وعلى أنفسنا. وهنا نذكر بعض القصة بين قوسين، هذه القصة ما كاينه لا في البخاري ولا في مسلم. القصة ماشي استدلينا بها على شي أمر تعبدي، هذه قصة وصلة على النبي باش ما تاخذوناش عليها تقولوا إسرائيلية، ولا هي إسرائيلية نعم، لكن فيها عبرة. هذه القصة أن قيل روية يعني أن موسى مشى يصلي بني إسرائيل الاستسقاء، وبما أنه كان كلم الله وكان يكلم الله سبحانه وتعالى، قال له: ودي ما غاديش نسقيكم حتى يخرج منكم واحد في وسط منكم عاصي اللي تجي شتا. دي الخلاصة ديال القصة. موسى رجع للقوم ديالو قال لهم: كتعرفوا فيكم شي واحد مزرقة دواساه مخسرين مسالي، وحفظك الله أستاذي العسري وبارك فيك وزادك نورا، لا زلت تتحفنا بقصائدك يوما بعد يوم. تبارك الله عليك، حياك الله أستاذي. على كل موسى خرج للقوم قال لهم: ودي فيكم شي واحد الدواسة ديالو مقطعين، ما غاديش تجيش حتى يخرج. وما خرج حتى شي واحد من الجماعة، طاح الشتاء. قضية فيها إن كما كنقولوا. رجع موسى لعبد الله سبحانه وتعالى قال له يهرب، ما راه أمرتهم يخرجوا حتى شي واحد ما خرج وطيح حتى الشتاء، علاش؟ قال له الله سبحانه وتعالى: هذاك اللي كان عاصيني راه تاب لي واستغفرني، تاب توبة نصوحة هو في وسط منكم. واش استرتو فاش ما كنتوش عارفينو وكان عاصي ونفضحو بعد ما تاب ورجع ليا وانتم تشوفوه؟ ماذا تعني القصة؟ ماذا يستفادوا منها؟ الله سبحانه وتعالى أرأف وأرحم، وكيستر العباد ديالو، وكي يغفر العباد ديالو، وكيتوب على العباد ديالو. حنا فيه درس بليغ لنا أننا يكون فينا العفو، يكون فينا الستر، يكون. وكذلك الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أنك تستر مسلم في الدنيا كيسترك الله جوج دوبل، هذا هو الربا الحلال. ما كاين شي ربا حلال في شي بلاصه من غير هذا. الربا فيما يتعلق بتعاملك مع الله هو الحلال الجائز، اما غيره حرام كيفما كانت النسبه، وبلا ما يبقاو يكذبوا عليك. الربا الذي يجوز وحلال هو هذا، انك تدفع الله سبحانه وتعالى ويدوبل لك، تعفو عن مسلم في الدنيا والله سبحانه وتعالى يدوبل لك الجزاء، يسترك في الدنيا ويسترك في الاخره. من يستر على معسرين يستر الله عليه في الدنيا والاخره. هذا ربا لكن جائز هنا. وهكذا: من ستر مسلم ستره الله في الدنيا والاخره، من يستر على معسرين يستر الله عليه في الدنيا والاخره، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، الى اخره. على كل سورة يوسف تعلمنا قضيه الستر، ونذكر بالدروس اللي سبقت، تعلمنا أن إرادة الله فوق إرادة الجميع، تعلمنا أن الإحسان يجب أن يصاحب الإنسان، ما يكونش مناسباتي، ها
هاد دابا كاين وقف في رمضان وفي العيد الكبير ما عرفت شنو كاين، وفي عاشوراء ما عرفت شنو كاين، والميلود ما عرفت شنو يكون، وهكذا. لا، حنا لسنا اصحاب احسان مناسباتي. الانسان يجب ان يصاحبه الاحسان ليجازى بالاحسان، كما قال تعالى في سوره الرحمن: هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجازينا واياكم بالحسنى، وان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وان يجعل أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يتقبل منا الجميع ويرحم الجميع، وأن يدفع عن الأمة البلاء والغلاء والنقم والمحن، وأن يسلك بنا السبل التي تؤدي بنا إلى ما فيه النجاة وإلى ما فيه السعادة الدنيوية والأخروية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستسمح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.